بس طبعا بما يخص النهارده وطقس النهارده والجو البارد وما الى ذلك، ارجو ان بس نبقى حذرين شويه واحنا ماشيين على الطرق السريعه تحديدا، لانه طبعا ثبات العربيه وانت سايق على طريق سريع بيقل مع الرياح الشديده. ورجاء خاص ارجوكم اصحاب او سواقين عربيات النقل والنبي تغطوا الحموله، الرمل والزلط والحاجات دي عشان اللي ماشي وراكم القصص بتاعنا كله اتبهدل يعني فارجوكوا يعني. طيب خلونا نتابع مع حضراتكم حركه المرور النهارده، الزحمه موجوده فين، الطرق البديله ايه هي. خريطه جوجل امام حضراتكم صلاح سالم، واحنا بنتجه لكوبري اكتوبر عشان نشوف الاماكن اللي فيها كثافات مروريه ونتجنبها. صلاح سالم، لحد دلوقتي حالة المرور عظيمة جدا وجيدة جدا، سيولة مرورية في الاتجاهين، كوبري الفنجري سيولة مرورية برضو في الاتجاهين. بنتجه دلوقتي نفق الطيران نشوف برضو أخبار حركة المرور، عدى حركة المرور كويسة جدا برضو في النفق. مطلع أكتوبر اللي رايح العباسية مفيش أي كثافات دلوقتي، ولا الاتجاه التاني كمان اللي نازل من كوبري أكتوبر برضو المرور جيد جدا. خليفة المأمون حلو في الاتجاهين، أسفل أكتوبر كويس جدا في الاتجاهين. يعني وإحنا بنقرب على غمرة ورمسيس، المنطقة اللي بتشهد كثافات معتادة في هذا التوقيت من اليوم، ما يطلق عليه فترة الذروة الصباحية اللي بيبقى كل الناس نازلة أشغالها، فبيسبب بعض الأحجام للسيارات، أحجام حركة مرتفعة. لكن لحد دلوقتي حركة المرور متوسطة، مش هقول يعني ماشية حلوة قوي. اللون الأخضر معناه حلو قوي أو في سيولة، اللون البرتقاني معناه شوية زحمة، الأحمر اللي ابتدى يظهر على الشاشة معناه زحمة مرتفعة أو شديدة. وده طبعا يعني زي ما حضراتكم شايفين مش مسيطر على الخريطة، يعني مش موجود بكثافة في أماكن كتير، لكن ابتدى يظهر اللون الأحمر في الاتجاه اللي جاي من وسط البلد أو طالع من وسط البلد وميدان عبد المنعم رياض متجه إلى العباسية، جزء بسيط كده. أول ما بتعدي ميدان عبد المنعم رياض وكورنيش النيل هتلاقي الكوبري زي الفل، كورنيش ماسبيرو كويس، كورنيش الزمالك، كورنيش العجوزة، كوبري 15 مايو زي ما حضراتكم شايفين في الخريطة، يعني اللون الأخضر هو اللي سائد. فربنا يسلم طريقكم جميعا يا رب، وبرضو احتياطي ننزل بدري شوية ما يجراش حاجة. صباح الفل عليكم. يعني مش بدري عشان الدنيا برد. لا لا، انزلوا بدري، نشاط حلو.